هم ما يعني ما يعني صندة تعبوا هوني بالمدرسة بخلالنا مازن شو مال يوسف هذا يوسف كتبها يعني كنا سجلها ملاحظة كتبها هيك هاي كل القيود هون لسه ما رفع لي بالك يعني اليوم من هون تجي تستلم هاي المواد مالتها يعني حتى لما قررت انه ما مال اعداديه تسحب هاي المواد طلع بس هذا الفرع دحق هذا يعني يحييه للمنطقة هذا الفرع إلى المنطقة هذا بيطلع لنا على الشارع ما هذا على الشارع يعني وعوائل هناك وما يقدر يطلعون هناك احنا بس يا ابو شيخ نعم استاذي لا اعرفه اذا مفلوق من الارض ماذا هذا الارض يعني منظلم بينه يعني متشققة الفلق وينما متشققة دخول مبين يعني مخترق سيد مخترق جوا احداث ذنب كلها احداث ذنب كلها هنا ما تشي هنا للمخترق حتى اي هاون اي صاروا في بيت تبلغ عنه حديد جرد حديد استاذ شكنا على درس مخترق هذا بيجي سيف تغلق الغفور حاصل مفجور استاذ هذا الاخ مفجور مفلوقات استاذ اي مفلوق هذا كان الحراره العالم من هنا بساعه كنت ناظور يمكن ناظور هذا يعني اي ناظور هذا مال ميكروسكوب تلسكوب اي نفس المديرة كانت موجودة نفس المديرة منتهى منتهى نفسها هي اسمها اللي غاب العمر منتهى مال الله ما تعوض اليوم هاي كل التباكيدات كلها جديدة يعني نتكلم على المختبر كلها المختبرات كلها يعني اليوم زيارتنا إلى منطقة أرباب لقش استنادا إلى ما وصلتنا من معلومات حول تطهير المدرسة اللي تم عرضها على قناة الموصلية اليوم معنا جهد الدفاع المدني بتطهير مدرسة مدينة الموصل وأيضا القيام بتطهير البيوتات السكنية التي لا زالت الصواريخ لم تنفجر احنا اليوم نثمن جهود الدفاع المدني اللي تقوم في عمل كبير وجبار في انتشار الدفاع وكذلك في رفع مخلفات المعارضة.